السلام عليكم. رياض محرز هداف أمام نورويج سيتي في إطار الجولة الثانية للدوري الإنجليزي 2021-2022. عاد مان سيتي لسكات الانتصارات بعد أن انهزم في لقاء الجولة الأولى أمام توتنهام. رياض محرز شارك كاحتياطي بداية من الدقيقة 75. رياض محرز احتاج لتسع دقائق فقط لتسجيل الهدف الخامس في اللقاء والهدف الأول لرياض محرز هذا الموسم. ستجدون رابط الهدف في صندوق الوصف.